ينضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور حسين الديك خبير الشؤون الإسرائيلية. دكتور حسين أهلا بك معنا. بداية لو تحدثنا عن موضوع رفح الفلسطينية، في كل يوم يصدر تصريح جديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه قد وافق على اجتياح رفح، واليوم هنالك حديث عن اجتماع بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، اجتماع افتراضي لمناقشة هذه الخطة. كيف تقرأ هذه التصريحات وعلى الأرض ماذا يمكن أن يكون؟ لابد من الحديث عن أن هناك قرار سياسي وإسرائيلي، إسرائيلي سياسي وعسكري حول اجتياح مدينة رفح، ولكن يتم انتظار لحظة البدء أو إشارة بدء العملية العسكرية. هذه الخطة العسكرية وهذا القرار هو بحاجة لقرار أمريكي، لأن الأمريكيون هم يشرفون ويشاركون في كافة ما يحصل من أي تطورات عسكرية في قطاع غزة، كونهم حضروا لأكثر من مرة اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي الذي يشرف على هذه العمليات العسكرية. هناك موقف أمريكي يتفق مع الموقف الإسرائيلي حول اجتياح مدينة رفح، ولكن الخلاف أو تباين وجهات النظر حول آلية هذا الدخول وهذا الاجتياح من أجل تجنب وقوع المزيد من المدنيين. واشنطن تطرح وتطالب بوجود خطة مدنية لإخلاء النازحين الموجودين في محافظة رفح لكي يتم تجنب وقوع المزيد من الضحايا. هل يمكن اعتبار دكتور حسين الموافقة الأخيرة التي تم تسريبها اليوم مثلا أو الحديث عنها في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هنالك موافقة ضمنية لدى الحكومة أو تغير بموقف الحكومة بموضوع السماح لسكان الشمال بالعودة إلى مساكنهم، هل يمكن اعتبار ذلك أو عد ذلك هو بداية لموضوع عملية إخلاء رفح الفلسطينية؟ الحديث هو ليس الشمال بمعنى الشمال، ولكن مناطق في الوسط أو في شمال رفح يتم نقل السكان النازحين إليهم وليس إلى الشمال بشكل حقيقي وطبيعي، لأنه في الشمال حتى من بقي في الشمال الذي يتوجه لاستلام المساعدات الغذائية يتم التعرض لهم وقتلهم وإطلاق النار عليهم. الحديث عن مناطق آمنة خارج محافظة رفح يتم تجميع الفلسطينيين النازحين في رفح بها، ولكن أيضا هناك خطة عسكرية أمريكية، طرح أمريكي يتمثل في أربعة نقاط. النقطة الأولى هي السيطرة على معبر رفح وآليات استشعار ومجسات أمنية لرصد أي حركة هناك. النقطة الثانية فصل محافظة رفح ومدينة رفح عن كامل قطاع غزة. القضية الثالثة القيام بعمليات خاطفة ومحددة لمواقع المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد في قطاع غزة. والنقطة الرابعة تتمثل في الدخول إلى أماكن محددة. هذه خطة طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية على الإسرائيليين، ولكن الإسرائيليين بالطبع رفضوها ويصرون على الدخول إلى محافظة رفح. في النهاية أرى أنه قد يكون هناك بعض التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية حول العملية العسكرية في محافظة رفح، وقد تكون هذه العملية قريبة. طيب يعني إن كانت هذه العملية قريبة، ما فائدة حديث يعني أو التسريبات التي أيضا يتم الحديث عنها من هيئة البث الإسرائيلية؟ تحدثت أن هنالك بعض الصلاحيات قد منحت إلى الوفود المفاوض، الوفد الإسرائيلي المفاوض، في موضوع وقف إطلاق النار أو موضوع الهدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين. نعم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم موضوع المفاوضات وقضية اجتياح رفح كورقة ضغط على المفاوضين وعلى طواقم المفاوضات من المقاومة الفلسطينية لكي تجبرها على تقديم المزيد من التنازلات، ولتقدم صورة أخرى للمجتمع الدولي أنه إذا فشلت هذه المفاوضات تحمل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات، وبناء على ذلك تقوم باجتياح محافظة رفح. هذه الازدواجية السياسية أو المقاربة السياسية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتظهر
نفسها أمام الرأي العام الدولي والمحلي أن الجانب الفلسطيني هو العقبة، ولأن المفاوضات أفشلت من طرف الفلسطينيين نحن قمنا بهذه العملية العسكرية في محافظة رفح. الدكتور حسين الديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس المحتلة، وافر الشكر لك.